طب اوكي هكلمك بعدين. كارما وحشتيني جدا. حضرتك كمان وحشتني يا دكتور مصطفى. انت في مصر من امتى؟ وصلت امبارح بس. انا ابتديت اغير من الاردن اللي واخداكي مننا. والاردن بتحبك وبعتلك معايا الهدايا دي. الله ايه ده؟ ميرسي جدا. ذوقك يجنن يا كارما. بجد عجبت حضرتك؟ ايه حضرتك دي ودكتور اللي عماله تقوليها من ساعه ما دخلت؟ احنا خلاص بقينا اصحاب وبين الاصحاب مفيش القاب. انتيل يا مصطفى. ايوه اتفضل. نعم بصراحه انت وحشاني جدا جدا. انا خلاص خدت على وجودك هنا. المره دي طولت شويه مش كده؟ يعني بقالك في عمان تقريبا شهر. تقريبا. كنت بدور على مشتري المصانع بابيا الله يرحمه في الاردن، وخلاص انا قررت استقر هنا نهائي. ده خبر هايل تستاهلي عليه حفله. انا كمان عندي ليكي خبر هيبسطك قوي. انا ابتديت اجراءات تسجيل المؤسسه، يعني كلها اسابيع وناخد موافقه مبدئيه وتبتدي نشاطك وقت ما تحب. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا مصطفى. يا مصطفى على كل اللي بتعمله معايا بجد. انا مش عارف بس انت تشكريني على ايه؟ ده شغلي. سي عجبني ذوقك في الارت وورك كل حاجه. يعني ايه ده؟ تصدق انا جيت هنا كذا مره قبل كده، اول مره اخد بالي انه عندك لوحه سيف وينلي الهروب من الجنه. انا بحب اللوحه دي قوي. صدق وتامني بالله انا لا اعرف اسم اللوحه ولا اعرف اللي رسمها كمان. انا كل يوم بكتشف فيكي حاجات جديده. شويه شويه تقولي لي انك بتعرفي ترسمي. ها لا مش لدرجه بعرف ارسم، بس يعني تقدر تقول اني بهتم بالفن التشكيلي. كارما انت احلى مفاجاه قابلتها في حياتي السنه دي. مش السنه دي، لا انت احلى مفاجاه قابلتها في حياتي كلها. مرسي. اشربي. اشرب ايه؟ اشرب اي حاجه فريش. حددي. ممكن اشرب باينابل. خلاص هجيب لك نبول بالنعناع. اللي يشوفك ما يقولش على دمك خفيف كده. ليمون بالنعناع.